بمناسبة الذكرى 12 لتأسيسها، أقامت جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية حفلها السنوي بعيد شفيعها القديس لوقا الإنجيلي، وذلك في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية. إلى المزيد. بحضور رسمي وشعبي كبير، رعت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة هالة لطوف حفل مرور 12 عاماً على تأسيس جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس الصويفية. حضر الاحتفال سيادة المتروبوليت فينيديكتوس والأب جسخوري رئيس الجمعية وعدد من الأطباء وشخصيات رسمية وعامة. بدأ الحفل بالسلام الملكي، تبعه كلمة لرئيس الجمعية الأب جسخوري رحب فيها بالمدعوين جميعا ومشاركتهم حفلهم السنوي. هذا العيد هو أيضا عيد كنسي، لأنه سيادة المتروبوليت فينيديكتوس حط هذا الاحتفال بهذا العيد اللي هو عيد القديس لوقا، لأنه هو شفيع الأطباء وكان طبيبا ويمارس المهنة قبل 2000 سنة من اليوم. عندنا هدف مستقبل إن شاء الله نقدر نحققه، اللي هو بناء مستشفى يحمل برضو اسم القديس لوقا الأرثوذكسي كمثيله من المستشفيات الأخرى، ولكن سيكون فرق أنه غير ربحي وسيكون هناك جانب ونصيب للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المستشفى. ثم ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة أثنت فيها على جهود الجمعية وخدمتها، موضحة أن الأردن أنموذج عظيم في العيش المشترك. كان الهدف أنه نوعي بهاي الجمعية إيش الخدمات اللي بتعملها، إن كان من أيام طبية، خدمات صحية مباشرة، عمل تطوعي، خدمة مجتمعات محلية بعمان وخارج. وكمان حبينا نأكد على أهمية وجود هذه الجمعيات، على أهمية التعايش بيناتنا كلنا، أهمية احترام الجميع، والأردن كنموذج، يعني إحنا هذا بنفتخر فيه، إن شاء الله دائما تحت رعاية جلالة سيدنا ظل الأردن قوي بكافة أطيافه بنسيج المجتمع الغني. وفي نهاية الحفل تم تكريم الشخصيات الداعمة للجمعية ولمركز العيادات المتواجد في الصويفية. يشار بأن عيادات القديس لوقا الأرثوذكسية تقوم بعملها الخيري تجاه أبناء الرعية الأرثوذكسية وغيرهم من أبناء المجتمع الأردني الواحد، كما يقوم على خدمة هذه العيادات عدد من أبناء رعيتنا الأرثوذكسية من الأطباء المتخصصين.